اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في القدس العربي نشر تحت عنوان المحكمة الاتحادية تقرر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وسعي سني لحكومة طوارئ. نشر في الأيانات تحت عنوان ميليشيا الحشد تساوم النازحين على السماح لهم بالعودة مقابل التصويت لقوائمها في الانتخابات. ونطالع في المدى أطراف كردية تراهن على التفاوض مع العباد لتخفيف شروط استئناف الحوار. أما في العرب الجديد نشر تحت عنوان مجلس الأمن يجتمع غدا بشأن عفرين، وأنقرة تعتبر الدعوة اصطفافا مع الإرهابيين. أما في الشرق الأوسط بنس يدافع عن قرار القدس والعرب يقاطعونه في الكنيسة اليوم. وأخيرا وليس آخرا في الحياة، خامنئي يأمر الحرس الثوري بتخفيف قبضته عن الاقتصاد. ردت المحكمة الاتحادية في العراق على البرلمان فقالت بوجوب إقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر بحسب أحكام الدستور، معللة ذلك في أن الشعب له الحق لممثلية مدة، أعطى تخويلا لممثلية محددة لأربع سنوات لا يجوز لأي جهة يعني التدخل فيها. الدكتور فاتح عبد السلام يتساءل، تخطت هذا الموضوع، تخطى ثلث ما كان موجود، هكذا يتساءل الكاتب. لو قامت الحرب في كل العراق وليس في ثلثه، ما موقف المحكمة الاتحادية من المواعيد الانتخابية المقدسة بسمو الدستور؟ العراق انتهك في كل شيء في فترة احتلال تنظيم الدولة التي هي الفترة البرلمانية التي لم يطعن أحد في شرعيتها، ولا تزال تستمر وتشرع وتعطي وتمنع وكأنها نتاج فترة طبيعية مستقرة من تاريخ العراق. إذا كان المنطق الدستوري يقول إن الشعب أعطى تخويلا محددا بمدة لا تقبل التجاوز، فإن من باب أولى أن يجلس ممثلو الشعب قبل أن ينتهي التخويل الممنوح لهم ليقرروا ما هو صالح لمعالجة هذا الخلل الذي هو نتاج مرحلة ما بعد تنظيم الدولة التي تحتاج إلى رؤية أخرى وأدوات جديدة في التعامل. ما أحلى تحرير الأرض ثم نسيان أصوات الشعب النازح والمشرد والمفتوك به في الموصل وتكريت والأنبار وقسم من ديالى وسواها. ذلك الشعب النازف من حرب ضروس، ومن العسير عليه أن يمنح تخويلا جديدا لفترة أخرى مدتها أربع سنوات قبل أن تعود الحياة طبيعية في مدنه المحتلقة. الكاتب يرى أن هناك تناقضات مهمة في بنية هيكلية المسار الجديد للدولة المنتجة بعد احتلال العراق، فالدستور نفسه في مأزق، إذ نعرف جيدا أن العراق كان محتلا من قبل الولايات المتحدة، حيث لا تستند إلى تخويل بعد حرب من مجلس الأمن الدولي، ويعني هكذا يتساءل الكاتب. ومن حقه أن يضع دستوره الدائم لنفسه، ولكن الدستور شرع وأقر وجرى العمل به عام 2005 في عز احتلال العراق، وهذا هو التناقض الأكبر الذي يفرق كل التناقضات التي سيشهدها العراق قبل أن يستقر. نشر موقع دويتشا فيل الألماني تقريرا سلط فيه الضوء على الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق، وقال إنه حتى الآن لا توجد أي وحدة سياسية، فضلا عن أن أغلب الأحزاب المشاركة ضعيفة جدا ولن تتمكن من استقطاب الناخبين. وأضاف الموقع في تقريره أن فشل النظام السياسي في العراق نتج عنه بروز تنظيم الدولة، حيث يتوقع معظم السياسيين العراقيين أنه في حال باءت محاولات يعني المحاولات التي
يقول عنها الموقع في تقريره إن فشل النظام السياسي في العراق نتج عنه بروز تنظيم الدولة، حيث يتوقع معظم السياسيين العراقيين أنه في حال باءت محاولات توحيد صفوف البلاد بالفشل فإنه من المرجح أن ينتشر التطرف مرة أخرى، وقد يؤدي إلى حدوث اضطرابات ربما في هذه المرحلة الحرجة إلى عرقلة الانتخابات المزمع عقدها في آيار المقبل. الموقع أكد أن وضع القوى السياسية في العراق قبل 4 أشهر فقط من انطلاق الانتخابات البرلمانية لا يبعث على التفاؤل، فالأحزاب على الساحة السياسية مشتتة حتى داخل المعسكرات السياسية الثلاثة في البلاد، الشيعة والسنة والأكراد، حيث أن مختلف الفصائل داخل المعسكر الواحد لا تبدي استعدادها للتعاون مع نظرائها. وذكر الموقع أن المعسكر الشيعي يعد من أكثر المعسكرات انقساماً، فهو يضم قرابة 70 حزباً وفصيلاً، وداخل هذه الأحزاب والفصائل توجد العديد من التكتلات السياسية. الموقع أضاف أن معسكر السنة في العراق يعد ضعيفاً نسبياً، فقد أدت هزيمة تنظيم الدولة إلى حدوث انقسامات عديدة داخله. وأورد الموقع أن قاعدة الناخبين لهذا المعسكر تشتتت بشكل كبير في البلاد نظراً لنزوح أغلب السنة إلى غرب العراق، ولهذا السبب يدعو غالبية السياسيين السنة إلى تأجيل الانتخابات حتى عودة النازحين إلى ديارهم. وأوضح الموقع أن معسكر الأكراد هو الأكثر ترابطاً، ففي الواقع يمتلكون 60 مقعداً ثابتاً في البرلمان، لكنهم فقدوا الكثير من زخمهم السياسي بعد انسحاب مسعود بارزاني من المشهد السياسي، فضلاً عن وفاة جلال طالباني. واختتم الموقع الألماني تقريره بالإشارة إلى أن الشيوعيين دخلوا اللعبة السياسية في العراق وينوون خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وقد انضمت إليهم عدة تيارات أخرى مدنية، إلا أن فرصهم في استقطاب الناخبين ما زالت ضئيلة. قال صحيفة القدس العربي أن عملية غصن الزيتون، الاسم الذي أطلقته وزارة الدفاع التركية على معركتها مع وحدات الحماية الكردية في مدينة عفرين، تمثل بؤرة تجميع لعدد من التطورات الكبيرة على الساحة السورية. وأشارت الصحيفة إلى أن أول هذه التطورات هو أن العملية تمثل أول انخراط عسكري بري وجوي كبير لتركيا داخل سوريا، مما يستلزم تحريكا كبيرا للقوات والطائرات والدبابات، مما يعني على المستوى البعيد سيطرة فعلية على مساحات كبيرة من سوريا، يعني توازن التواجد المتعدد للقوات الأمريكية والروسية والإيرانية. هذا الانخراط التركي المباشر ما كان ليحصل لولا اضطرار القوتين المسيطرتين على السماء السورية أمريكا وروسيا لقبول هذه العملية، وهو ما تبدى عبر التصريحات الأمريكية التي تخلت عمليا عن حلفاء واشنطن الأكراد في عفرين بدعوى أن قواتهم هناك لا تشارك في عمليات التحالف ضد تنظيم الدولة، وعبر انسحاب العناصر الروسية التي كانت متواجدة في عفرين. يرتبط هذا الحدث بتطور آخر لا يقل أهمية عنه، ويتمثل بإعلان الولايات المتحدة العمل على تشكيل جيش من 30,000 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية لحماية الحدود العراقية التركية، وهو ما اعتبر شكلا من إعلان دولة كردية تسيطر على مناطق شاسعة وغنية بالنفط والمحصولات والمياه. إعلان هذه الاستراتيجية فاجأ الروس وساهم في فتح الطرق الجوية والبرية لحركة الجيش التركي. ولعل المستجد غير المتوقع في هذا الإطار هو تأكيد رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي أن بلاده لن تتدخل في حال نشب نزاع بين قوات النظام السوري والجيش التركي، وهو تصريح فريد من نوعه، لأن موسكو كانت على مدار سنوات الأزمة السورية هي الراعية الكبرى لنظام الأسد وحاميته العسكرية. الصحيفة ترى أنه يمكن قراءة هذه التطورات العسكرية على أرضية آفاقها السياسية الممكنة وفي صلبها بالتأكيد اتضاح الموقف الأمريكي من رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، فدعم روسيا المستجد لدخول تركيا حماة الساحة السورية بقوة يمكن اعتباره ردا على هذا الموقف، إضعاف الجناح الغربي لحلفاء أمريكا الأكراد كما يمكن اعتباره تفاعلا معه. التصريح الحيادي كما يسمى، يعني كما يصف الكاتب، حيث
حول عدم التدخل في صراع محتمل بين القوات التركية وقوات الأسد، وقد يسفر باعتباره قبولا مبدئيا بواقعية فكرة تحجيم النفوذ الإيراني. أكدت مجلة ناشيونال انترست أن بقاء القوات الأمريكية في سوريا لا يمكن تعليله بأنه للدفاع عن مصالح أمريكية مهددة، بل أن إدارة ترامب اتخذت في الواقع قراراً بأن تزج الولايات المتحدة في حرب أخرى. وأضافت المجلة عبر مقال تحليلي للكاتب بول بلار أن الأهداف التي صرح بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قبل أيام بشأن استراتيجية بلاده في سوريا تمثل خروجاً عن المهام الأصلية لهذه القوات. المجلة أوضحت أن إدارة ترامب تجعل القوات الأمريكية تشارك إلى أجل غير مسمى في حرب أهلية للآخرين، وذلك لأسباب مختلفة تماماً عن الهدف الأصلي المعلن المتمثل في القضاء على تنظيم الدولة. وقالت المجلة إن الوجود الذي أنشاه تنظيم الدولة في العراق وسوريا وفر فرصة لاستخدام القوات الأمريكية في مواجهته، لكن هذه الدولة قد انتهت الآن، وأن الرد الأمريكي المناسب لهذه الأزمة هو إعلان النصر وعودة القوات الأمريكية إلى الوطن، وذلك لأنها أكملت المهمة المفترضة لها في العراق وسوريا. وأشارت المجلة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حاول التذرع بضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا والتأكيد على ما تسبب به الانسحاب الأمريكي المبكر من العراق من تداعيات، لكنه لم يذكر أن تنظيم الدولة لم يكن موجودا قبل الغزو الأمريكي للعراق، وأن التنظيم ظهر نتيجة مباشرة لهذا الغزو ولما أعقبه من حرب داخلية. كما أن تيلرسون لم يفسر كيف يمكن لقوات أمريكية متواضعة العدد في سوريا أن تفعل ما عجز عن فعله 160 ألف جندي أمريكي سبق أن تواجدوا في العراق بهذا السياق. المجلة تقول إن الاستراتيجية الأمريكية التي وصفها تيلرسون لا تتضمن استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا فحسب، بل تشمل أيضا بناء ميليشيا صديقة. الأمر الذي يعني استمرار الحرب. وأضافت أن الحملة العسكرية الأمريكية في سوريا الآن تهدف إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهة، وأنه في كل مرة تذكر وتذكر إدارة ترامب الشرق الأوسط بأنها تؤكد البعبع الإيراني وتشير إلى الحليف الإسرائيلي. نشر صحيفة الأوبزرفر البريطانية تقريراً لأوليفر هولمز مراسلها في القدس تناول زيارة مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط. الكاتب أشار في مقاله حيث قال إن زيارة بينس للمنطقة تأتي في وقت يمكن القول فيه أن دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد انتهى، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة للكيان الصهيوني. الكاتب يرى أن هذه الزيارة ليست بالطبع زيارة المنتظرة للأراضي المقدسة التي يتوقعها بينس في خياله، وهذا ببساطة لأن بينس المسيحي الأنجليكاني ليس له محل ترحيب في مهد المسيح بعدما دمر الرئيس دونالد ترامب كل فرصة في زيارة الضفة الغربية بسبب انقلابه على قرون من السياسات الأمريكية المتواصلة بإعلان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف الكاتب أن قرار ترامب تجاهل ما كان متعارف عليه مسبقاً من أن وضع القدس من المسائل التي تدار بالنقاش والتفاهم بين طرفي النزاع، لكن قرار ترامب قلب الأمور رأساً على عقب ودفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى رفض لقاء بينس في رام الله. ويشير الكاتب إلى أن بينس كان يساند ترامب في قراراته المثيرة للجدل وكان يقف جانبه عندما أعلن قرار القدس، كما أنه وجه اللوم للرئيس السابق باراك أوباما عام 2010 لعدم مساندة إسرائيل، وأيضاً شارك في حملة دعم وحشد الأصوات في الكونغرس قبل سنوات لتقليص المعونة الأمريكية للفلسطينيين. ويختتم الكاتب مقاله بالقول إن ترامب كلف صهره جاريد كوشنر بصياغة مبادرة سلام جديدة في الشرق الأوسط لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، لكنها في الوقت نفسه تشير إلى قول أبو مازن مؤخراً أن القدس ستكون باباً للسلام فقط
إن كانت عاصمة لفلسطين، لكن غير ذلك ستكون بابا للحرب والخوف وضياع الأمن. اهتم صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمرور عام على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطة الحكم، وانتقدت سياسته التي تمثلت في أمريكا أولا، وقالت إنها تسببت في تغيير دور الولايات المتحدة وتضاؤل نفوذها على المسرح الدولي. وقالت الصحيفة في تحليل كتبه كل من غريف ويت ومايكل بيرن بوم إن ترامب بدأ رئاسته بوضع رؤية مختلفة بشكل جذري للولايات المتحدة كقوى عظمى في العالم، وذلك من خلال ما أطلق عليها أمريكا أولا. مؤيدو ترامب يشيرون إلى إنجازاته في السنة الأولى لرئاسته ويقولون إنه تمكن من إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وجعل حلفاء أمريكا ينفقون بشكل أكبر وتعديل أو التخلي عن اتفاقيات دولية مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية واتفاق باريس للمناخ، مشيرين إلى سعيه لتعديل الاتفاق النووي مع إيران. لكن نهج أمريكا أولا ترك الولايات المتحدة أيضا أكثر عزلة بشكل كبير، حيث يرى دبلوماسيون وسياسيون أن هذه السياسة تسببت في تراجع واضح للقوة الأمريكية ولدورها على المسرح الدولي، وأنها وفرت الفرصة للخصوم مثل الصين وروسيا. ويتابع الكاتب بالقول إن الدور الأمريكي في العالم آخذ بالتراجع منذ سنوات، بينما وسعت بلدان أخرى نطاق اقتصاداتها وجيوشها وطموحاتها. وأظهر استطلاع للمواقف والاتجاهات أجره معهد غالوب انخفاضا كبيرا إزاء دعم الدور القيادي الدولي للولايات المتحدة، حيث يسارع خصوم الولايات المتحدة بأنحاء العالم إلى ملء الفراغ الذي خلفته على المسرح الدولي، بينما يسعون إلى الاستفادة من الارتباك الناتج عن سياسة خارجية أمريكية غير محددة ومضطربة يتم بثها في بعض الأحيان عن طريق تغريدات ترامب. الكاتب يرى أن هناك فراغاً الآن في المنطقة، وأن هناك من يحاول أن يملأ هذا الفراغ، وتناول بمزيد من الإسهاب العديد من القضايا والأزمات على مستوى الشرق الأوسط وأنحاء العالم، وتحدث عن تراجع الدور الأمريكي فيها، ومن أبرزها ما يتعلق بتداعيات قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني فضلاً عن الأزمات الأخرى في المنطقة. وبعيدا عن السياسة، نجح مخترع ألماني في إعادة تصميم العجلة بآلية استخدام يمكن أن تحدث تغييرا ثوريا، فيما أكد مخترع العجلة الجديدة أنه سيمكن تركيبها لجميع وسائل النقل التي تحتاج إلى العجل العادي في استخدامها بحسب موقع الخليج أونلاين. وقال المخترع أندريا موسلين خلال تسجيله لبراءة الاختراع في مكتب براءات الاختراع الأوروبي إن العجلة الجديدة ستأخذ ثلث حجم العجلة الحالية، وسيمكن استخدامها بشكل دائم في الدراجات بشكل عام والكراسي المتحركة وعربات النقل، في حين ستتمكن العجلة من تحميل الأوزان الكبيرة وظروف الاستخدام المختلفة، ونظرا للمرونة والصلابة التي بها مواد تصنيعها الأساسية. أضاف موسلين أن المستخدم سيستطيع طي العجلة واستخدامها بشكل منفرد للتنقل الشخصي أو الاحتفاظ بها كعجلة طوارئ في الدراجات الهوائية والكراسي المتحركة وعربات النقل المختلفة، لافتا إلى أن أحد نماذج هذا الاختراع ستكون دراجة كاملة يمكن تحويلها لعربة نقل صغيرة ربما، والتنقل بها بحجم أصغر من الدراجة الهوائية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.